أيوة زينب، صباح الخير عمو مدحت. يعني رجعتي نمتي؟ هي تاني مرة بتقولي لي صباح الخير. يا أنا بالبيت لسه ما طلعت، بنوب ماني مرضانة. أنت عم تحكي معي؟ شو القصة؟ عمو مدحت أنا مو جاي على الشركة، رح أشتغل بالدعوة، الدعوة اللي حكينا عنها مبارح، لأنه عندي بيانات مهمة. أي دعوة زينب؟ أنت شو عم تخبصي؟ يعني في حدا جنبك؟ ايه نعم طبعا طبعا. اختصري مين؟ ايه مشان خليل اليوم عم استنى بفارغ الصبر. اي دعوة؟ طبعا يلي عم يتابعها المحامي عمر. شو قصدك، المحقق عندك؟ لا لا، ايه الدعوة يلي هو عم يتابعها. مصطفى طبعا. انا جاي فورا. جاي. ليش طولتي بالحكي؟ انت عم بتقول خليه يصدقك، كذبت عليه لحتى يجي لهون، مو هيك المطلوب؟ شو جاب سيرة خليل؟ هو قال عنده خطة بخصوص خليل ولا يجي منعرفها. بسرعة بسرعة اعطيني المفتاح. بقلبه يا بيت. شو رح يصير هلأ؟ كم يوم رح استنى؟ أقل احتمال 40 يوم، وحتى لا تتأمل يطلع قرار بالجلسة الجاية، بتتقدم الأدلة وبيسمعوا الشهود. منيح لي ما أجت شيماء. أمينة، خليتي بنتي تقول بابا لغيري. انت ما راح تروح على الدكان اليوم يا ابني؟ لا يجوا هدوليك. وصلوا. زاهر رايح على البيت، لازم شوف ميرنا شوي. طيب ماشي. يلا بشوفك. ماشي. عمو زاهر. اهلا، كيفكن يا جماعة؟ ليش ما اجا خليل؟ لا تكون حكيت له شو قالت ميرنا. راح على البيت، فكرك هنيك.
وكمان حكوا مع هداك الوسخ ما هيك؟ مدحت وخليل حكوا مع مصطفى؟ أيوم مصطفى بابا؟ لا يا بنتي شيماء تعي نطلع شوي على الجنينة ماشي